دلوقتي حدث مهم وهو وضع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لحجر الأساس لمصنع شركة شين شينغ الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات بتبلغ حوالي 146 مليون دولار. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء المصنع الذي سيوفر 714 فرصة عمل مباشرة خلال الربع الأول من عام 2025. علشان نعرف تفاصيل أكتر خلينا نروح نشوف جزء من اللقاء. مواسير الزهر من الصناعات المهمة للغاية، وده جزء من توطين صناعة مواسير الزهر في مصر، وشركة شين شين طبعا هتكون من الأوائل التي هيكون لها بيع لاحتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التصدير للأسواق المجاورة بناء على الاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر والأسواق المجاورة. بإجمالي استثمارات في حدود 150 مليون دولار سيتم عمل وتنفيذ مصنع على أعلى مستوى من التكنولوجيا لتقديم منتجات يتم حاليا استيرادها للدولة المصرية، وبالتالي يسد جزء من فاتورة الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وطبعا لا يخفي على حضراتكم الصداقة الحميمة الذي تمت مع رئيس المجموعة، رئيس مجموعة شين شين، اللي أنا أعتبره اليوم صديقي العزيز والذي مهتم للغاية بالاستثمار في مصر، وحاليا في كلام على مصنع آخر خاص بصناعة الأدوية تبع المجموعة لتنفيذه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غير طبعا صناعات كثيرة تبع المجموعة سيتم التوافق عليها في الفترة القادمة. 我们第一期的投资是1.5亿美金，总共投资是4亿美金，大约600人，今年年底就可以开始经营了，我们是 80% 的产品出口。 20%的国内销售，计划是这样。第一期是明年一季度就正式运营了，每年的生产是25万吨球磨的铁管。特区政府给了我们非常便利的条件，而且整个埃及的投资环境非常好，我们表示感谢，也希望能够继续这个更多的这个支持当地的发展。